كتير بول. السلام عليكم. انا في لا ميزو جاك في عين توتا ولايه باتنا. واش نقولوا؟ حاجه شابه، حاجه مليحه. شكرا الدوله تاعنا كيف تحدث لنا، هذه حاجه مليحه تفرح الشعب. واش نقول لك؟ جاك معروف بلا ما نهضروا عليه، حاجه شابه الله يبارك في لاسارج، في التيراج، في كلش تيربو، حاجه شابه الله يبارك. حاجه با نهضروا عليها ما والو، في الطوناج زايد على الاخر، هذا جديد خمن الاولاني. في الميتراج تاعو ثاني زايد، حاجه مليحه تشرف، حاجه شابه. كيما جاك معروف الناس قاعد تكسبوا، فاهم؟ بلا ما نقولوا عليه الناس تكسبوا الله يبارك، في الطريق، في كل الفلاح يخدم به، راسارج كلش، فاهم؟ والتسهيله تاعو ما شاء الله، تسهيلات الله يبارك. التسهيلات تاعو مع الصرف الاسلامي حاجه شابه، هذه حاجه مليحه تفرح. في عين توته هذه كاين هنا، كاين الاستقبال تاعهم الله يبارك. في التسليم تانيك حاجه شابه، عندك فان جور ترفد، هذه حاجه مليحه تشرف. خير من كانت من قبل تبطا وكذا، دوكا حاجه مليحه تخلص، عندك فان جور ترفد الكاميو تاعك. وكاين ان شاء الله كاين طوموبيلات تاني، واش قالوا لنا هنا في الاستقبال؟ قال لك كاين طوموبيلات جاك، هذه حاجه مليحه. والتيراج تاعو بلا ما نقولوا يا خويا، مرحبا بكم في عين تبجي. من الجي، انا جاي من الجي، من جاي لهنا. قال لك هنا جاك، جيت الله يبارك، خلصنا الحمد لله 20 يوم ترفد الكاميو تاعك، حاجه تشرف. اليوم انا جيت منها من باتنا لا ميزون هذه تاع عين توتا، حاجه تشرف، حاجه تشرف البلاد. اون بليس راهي حاجه مليحه لدعم الشباب. انا درت كوموند اليوم، يعني عيطوا لي ما طولوش لا ليفريزون، الله يبارك ما شاء الله، يعني كاين حسن استقبال. اون بليس زادوا دارنا تاع الصرافه الاسلاميه اللي هي حاجه مليحه ما فيهاش فوائد ربويه، واون بليس دعم للشباب. كيما راكم تشوفوا الورني الجاك، الجاك حاجه مليحه ومعروفه. اون بليس ميكانيزم تاعو مليح، طوناج يهز لاباس، يعني تقدر تخدم به نقل بضائع، كيما نقولوا الناس اللي تخدم فيه لها اسونسيال. صرا نقول لكم المهم حاجه مليحه وتشرف بربي ان شاء الله والقدام ان شاء الله. يعطيكم الصحه وميرسي بوكو، السلام عليكم. الحمد لله، انا جيت انا وخويا اليوم من الجزائر، شفنا جاك او هنا في عين توتا، سومه شابه، حاجه شابه يعني دخلت الجزائر هنا، ها حاجه شابه، باتوت تربو فيه كلش، نتول حاجه شابه كما يقولوا. واش تخدم به؟ تخدم به كلش، حاجه تقدر تخدم بها هذا تخدم به، كورسات تخدم في لي ريزو، تخدم به كلش. وين اللي عجبتك؟ من النوعيه اللي عجبتك؟ جاك على طوناج من هذا 140 اس ماشي ولا كومون تاعو قد استقبال مليح على كومون. استقبال تاعو الحمد لله، استقبلوا بينا، رحبوا بينا الحمد لله، حاجه تشرف ان شاء الله. ومادام دخلوا البنك الاسلامي يعني يا لا حاجه شابه، يعني داروا لنا حاجه شابه، يعني حاجه الله يبارك مشرفه، حاجه شابه. مادام زاد دخلوا فيها البنك الاسلامي، مادام زاد دخلوا فيها بنك حاجه، بنك اسلامي حاجه شابه، ها هو حاجه شابه، تسهيلات فيها، تسهيلات فيها، تسهيلات الحمد لله.
جينا من سكيكدا جينا سلكنا على كاميو جاك، قالوا لي على 20 يوم نروح هز الكاميو تاعك تلقاه واجد. ها استقبال ما شاء الله، يعني ناس ما عندي ما نقول، يعني في عين توتة بلدية عين توتة، يعني ما عندي ما نقول، استقبال راحة الدنيا كل أمان. كي تجي هناك يشغل لك في دارك. وش عجبك الكامل؟ والله احنا جاك هذا يسمونك كسبناه عنا وياسر وهو عندنا نخدموا بيهم احنا مليح الكاميو صادق جاك صادق. كرو الدوله وفرت لنا، احنا كنا نروحوا للسوق هذا ما يجيبوش ب 600 مليون هذا كيما هكا، يجيبوا لك 2017 ماشي 500 الف يقول لك 600. انا الحمد لله ب 466 وتدي حاجه جديده على يدك يسمى ما كانش فيها ما كان فيها والو، تديها للسوق هو ماشي 300 الف يحط لك فيه 100 ويقول لك 600 مليون. هنا خويا نديو حاجة جديدة تخدمها على يدك ربع خمس سنين مابقاش تشوف ليه. بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم هلالات رابح الوكيل التجاري المجمع الوكيل للتجارة والخدمات عين توتا، الممثل الرسمي لعلامة جاك أوتو. نرحب بكم في هذه المؤسسة التي بدأت في تسويق علامة جاك 1040 أس مع طلبات ما شاء الله كبيرة على هذه العلامة، كما يصادف اليوم تنظيمنا اليوم مفتوح مع بشراكة مع مؤسسة مع بنك البدر الفلاحة والتنمية الريفية بدر. هذا البدر البنك الذي قدم عروض تسويقية وعروض ترويجية فيما يخص التمويل الإسلامي المرابح لوسائل النقل، كما نبشر أوفياءنا وزبائنا الكرام أن قدمنا مجموعة متنوعة من السيارات التي ستدخل السوق بإذن الله بداية من الأسبوع المقبل، خاصة علامة ديافاس كسيارات نفعية، في انتظار إن شاء الله دخول علامات وسيارات سياحية متنوعة، في انتظار كذلك وشيء مميز أننا سنقدم سيارات لأصحاب الهمم بإذن الله تدخل السوق في القريب العاجل. مع بداية العام القادم إن شاء الله 2024 إن شاء الله كاين آليات الأشغال العمومية إن شاء الله وشاحنات كبيرة ستدخل هنا المجمع الوكيل ونقوم بتوزيعها في الشرق الجزائري. لابنك البدر عاد تعلم مع الصرافة الإسلامية، إذا عندك ريجيستر ولا بطاقة فلاح تقدر تدير كريدي بوكا، هما يشتروا لك الكامل بعد يعاودوا يبيعوك ويديروا الكريدي على مدة 6 سنوات، يعطوك كيفاش تسلك لي شونسي كاين على 3 شهور على 6 شهور على عام. لازم تكون عندك سجل تجاري. واش من سجل واش من اكتيفيتي فيه؟ ماشي شرط، ممكن يكون عندك سجل تجاري. مش شرط خلاص باش تخدم به ليسون. صرافة إسلامية. حاجة لا.